احنا هنا عايزين نوري ان ده عنق الرحم مفتوح. عنق الرحم ده بالظبط فاضل له الشعره دي، يعني حوالي 1 سنتي او 1 سنتي ونص ويتفتح. ده هنا الفتحه اللي احنا بنسميها الامع او اللي هو الكوز، دي دماغ البيبي وبدا ان هي تخرم او بدا ان يبقى فيه هنا ميه حواليها وتزق لتحت عشان تفتح وتقف. ربنا ييسر الحال وتثبت الحمل الاول. يلا لو نفتكر اول فيديو كان فيه هنا زي كوز او زي ما قلنا امع، ان عنق الرحم ده كان بيبقى مفتوح والدماغ دي كانت ضغط عليه عشان خاطر ان هو البيبي ينزل. الحمد لله هنا على داير ميدور تم الغلق تماما بالربط اللي احنا عاملينه، دي غرز الربط زي ما هي باينه بالسونار. نتمنى لها كل الخير ان شاء الله.